هوتيلكا عنتدا إلو يقانو حيب سوري مجالدا بربرا ومدود ديبو هبين يا عشريين لقوه داي أي هبين كي حاليها ديب لو فري مناسبة بلاران اللوغو تلقالي فريتان كا هوتيل حيب سوري مجالدا بربرا أي وحاكا سو قيب غلاي قدوميها قبل كا ساحل علي محمد علمي قدوميها قلاها ديگان كي دقمد بربرا عمتشكور محمود حسن عمتشكور الدين وغاياها فننتي دولادو هو سي سوهي محمد علي منا كمي دا قلاها ديگان كا مرتي شرف إيو تدوين الثرب بادن وكا سو قيب غلاي مناسبة داسي وعشان سيدو كلاه كاسي كهدلي ملكيلاها هوتيل كاسي داهرا ونورو وسنكا ورمي هوتيل كاسي إيا ديبا عصريين تلقو سميييي براء يقول في الصاحلية جمانك مليد السومالي لهان ونو دير كيحي بصور دو الله وفري ودو هابين بدن اللقو سميييي انتو حنانا كل عدو حنانا كلاهاي لما كلون كي معانين كلنا قاني سبحانه وتعالى هو برك المكيلة هلا هلا مدي الله سبحانه وتعالى ودمنا نقولي قوم مدي كبر على الله أي كبر كبر واقعيدو هلا إنها هو فرحان وين وحنشجع إن دمنا ريب برا دمنا ريب برا هي مع مشي سي حريرك أنت بدل الله صلاة هيد با إنه هدرك عاو فري هاي حفلة دي دي بفركة هدرك حبصور إبر برا كاسو إن مدي اللقوة دي دي بحبين هي عصريين een kulli aad iyo aad baan anagu u soo dhaweynaynaa kamaamul degmo ahaan in soo sirdo dhawdhow fuha hoteelku een xaal ku dhahay muddo yar oo kooban oo xidna een taasoo ay kaliftay inaan dib u habayno si aan loo maxaan ku dhahay geed socodkiisii iyo balena een owner khataahir iyo saaxiibkiisa onaha balay waxaan soo dhawow qayb gala xafladan iyada ah ee muxuu ahaay waana soo dhaweynaynaa ayaguna halkaasii ka hadlay dad ajnabiya oo ku xidhnaa hoteelkaasi Cabdi Kariim Saciid Saalax on Cable TV Berbera.